السلام عليكم متتبعي قناة الحدث 24، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة أزمور ومباشرة من درب سليمان بالضبط. كيف ما كتشوفوا مشاهدي قناة الحدث 24، الشرطة العلمية، سيارة نقل الأموات، السلطات المحلية، الأمن الوطني، كل شيء حاضر. من بعد ما هاد الجيران هادو شموا الريحة وشافوا الدود ديال واحد السيد سبعيني ساكن بوحدو، كما كتشوفي كلشي ساد النيف ديالو وكلشي مخنوق، كاينه واحد الريحه عاطيه مجهده. كما كتشوفوا مشاهدي قناه الحدث، الشرطه العلميه متواجده، يعني باش يعرفوا اسباب وفاه هذا الشخص هذا. كذلك الوقايه المدنيه حتى هما حاضرين. يعني كيف ما كتشوفوا مشاهدي قناه الحدث 24، في هذه اللحظات يمكن غينقلوا الجثة ديال السيد عبر سيارة جماعة، سيارة نقل الأموات. ربما في هذه اللحظات غينقلوا هذا السيد هذا اللي حسب معلومات انه في السن ديالو تقريبا 70 سنه، يعاني من اعاقه حسب المعلومات، يعني ما كيتكلمش، يعني ابكم. السيد هنا كاريد دويره بوحدو، عايش هنايا بوحدو، يعني كيف ما كان يعني كيف ما غادي يهبطوه، حنا ما يمكنش لينا اننا نصوروا الجثه نظرا للاحترام والحرمه ديال هذا السيد هذا، ما يمكنش لينا اننا نصوروا الجثه ديالو. انا لله وانا اليه راجعون. مشاهدي قناه الحدث 24، كيف ما كتشوفوا يمكن غينقلوا حسب معلومات، يعني هذا السيد هذا توفى قرابه يعني 4 أيام او 3 أيام للاشاره، يعني حسب معلومات كيقولوا ان السيده جات تخلص من عنده في الكرة، فاذا بها كتشم الريحه كتشوف الدود، اتصل برجال الشرطه اللي كيجيو لعين المكان وكيتاكدوا. يعني صراحه يعني الريحه اللي كاينه هنايا صعيب، يعني ما بقيناش قادرين، يعني تخنقنا ما بقيناش قادرين نهضروا. كيف ما كنشوفوا مشينا كنشوفوا الناس كلهم ديال الحي كلهم مصدومين، ما عارفينش لحد اللحظه سبب الوفاه ديال هذا السيد. الشرطه العلميه التحقات على وجه السرعه، التحقات على وجه السرعه باش يعاينوا الجثه ديال هذا السيد اللي في 70 سنه، باش يعاينوا الجثه ديالو وكذلك يعرفوا اسباب الوفاه. يعني كما كتشوفوا الناس كاملين واقفين، جيران السيد، الشرطه العلميه، الامن الوطني، السلطات المحليه. يعني صراحه يعني رجل مسن، يعني ربما عنده ابناء، ربما عنده كيفاش عايش بوحدو كاري هنايا.
يعني في هاد الاثناء ها هما كي نقلوه، يعني ما نقدروش نصوروا الجثه احتراما لها، حرمه ديال احتراما للحرمه ديال هاد السيد هذا. كنقولوا كاملين انا لله وانا اليه راجعون. يعني واحد الريحه يعني جايه، يعني كما كتشوفوا رجال الوقاية المدنية يعني كيحملوا السيد هبطوه. يعني كما كتشوفوا شكرا رجال الوقاية المدنية، على مشكورين على المجهودات ديالهم في هذا الأثناء. كينقلوا السيد وكنقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدة قناة شوف تي في، معنا واحد من مشاهد قناة حدث، معنا واحد من الساكنة ويشرح لنا اشنو واقع بالضبط. الله يقرا. السلام عليكم. السيد هذا طلع فوق ديما مسكين ومتي عمر الدرب الاول، هو هذا السيد هذا ديما مسكين حاضر راسه جاي حاضر راسه. من سمعنا السيد هذا من سمعنا الصباح قال لك راه سيمان وانا في الدار هنايا وميت، ما استقنا الاخبار لا والو. سمعنا السيد ميت في الدار في البيت وساد عليه، من لقينا السيد ساد عليه فهمنا والو حنايا. من سولنا السيد قلنا له واش هذا السيد مش ميت هنا، قالت لي ميت سيمانا. مساقي الاخبار لا والو. باش عرفوا بالريحه ولا شنو؟ بالريحه باش تعرف، باش تعرف بالريحه. ما كيدويش ما كيسمعش. زيزون مسكين ما تيسمعش. تعطيها بالاشاره باش يفهمك بالاشاره. كيفاش ساكن بوحده؟ بوحده مسكين تيجي عندو تشوف شي واحد، ما مقابلو حتى شي واحد، ما نعرفو حنا ما نعرفو لا العائله ديالو، حتى واحد ما تيوصلو هنا، شحال من عام هو كارينا. شحال من قدرك تقريبا شي عام بحال هو كارينا ما كاينش واحد يعقل عليه. وكان ناس قالوا لي كان ناس في الجديده في السبيطار، ما كانش واحد متعقل عليه، ما كاينش واحد اللي تيوصل لي مسكين الماكله، ما كاينش واحد اللي تعقل عليه، ما كاينش لا هنا لا في السبيطار لا في البلاصه. سمعنا اليوم راه السيد راه توفى الله يرحمه وسيلة الرحمة عليه. ما عنده لا وليدات لا والو. والو بوحدو مسكين، كاين بوحدو شنو كيدير؟ ما خدامش مسكين. مسكين ما عرفش لينا الخدمه ديالو شنو هي، مش خدام ومع عرفتي لي. انتوما الصباح انت سقتوا الاخبار بان سقنا الاخبار الصباح عام هذاك القيد 11 ديال الصباح. شو سمعت؟ سمعنا السيد راه مات. انا واحد السيد قال لي في زيد المارش مول الدجاج، قال لي واش هذا السيد تعرفيه؟ قلت له دوز لي سميتو لي التصويره ديالو، ما وري لي التصويره في التليفون لاكارت ديالو، قال لي السيد راه ساكن في سميتو في در سليمان الرقم الدار 16. كنت نشوف هذا السيد اللي عرفناه، اما كان حنا غندخلو. ما يزيد لنا حتى واحد ما يعطينا راس الخير. ما زينا حتى اليوم سمعنا الاخبار هنا. قالوا له السيد راه ميت 10 ايام هو ميت مسكين في المحل. يعني شحال المده هو ساكن هنايا في هاد الدار؟ والله قدرك قول شي عام بحال هكاك ولا عام ونص. عام ولا عام ونص هو نسال عفوا مسكين هو ساكن هنا وما كاينش واحد اللي تعقل عليه، حتى شي واحد ما عارف. مسكين تبغي السخره تعيط لي مسكين بالاشاره تعيط لي تيوقف عند مولات الحانوت عند الفاتحه تعيط لي مسكين تنزل لي السخره تبدا نطلعها لي الفوق. هادشي اللي كاين هو هذا صاحبي. شكرا. أنا شكرا لهوش. تبارك الله عليك. شحال غيكون السن ديالو قريب؟ السن ديالو غتكون عندو شي سن وفوق. سن وفوق. سن 70. لا فان ديالو هو. ما طلعتيش. ما كاينش. ما طلعتش اخويا ما عندك فين غد. داير الحالة زعما ديال الدار. الحالة ديالو اخويا ما كاين. وين كيرب واحد مسكين ما كيدلي شي تيطلع عليه، ما كاينش واحد اللي تيطلع عليه اخويا. كون كانش واحد يطلع عليه أنا نقول لك. انا اي حاجه مسكين تبغي السخره توصل ليها للدار، شي بوطه شي سخره اي لعيبه. احنا غاديين في شي ديال الاجر اخويا،
والله يرحمه وسيلة النصر في القبور اخويا، وسيلة الرحمه. الله يرحمه ونشكروك ونقولوا كاملين انا لله وانا اليه راجعون.